الاعتذار تربية وليست إهانة. أحيانا لا بد أن تدير ظهرك للبعض، ليس غرورا ولا ضعفا، إنما قيل في المثل علاج الجاهل التجاهل. أن تكون لطيفا مع شخص لا يعجبك هذا لا يعني أنك منافق بل ناضج. الطيبة ليست غباء بل حسن تربية. لم يعرفوني فتكلموا عني فظلموني، فشاء الله أن يمحو ذنوبي فشكرا لهم. هكذا هم البشر، لا يتذكرون ما قمت به من أجلهم بل يتذكرون ما لم تستطيع القيام به. الكأس لا يمتلئ من نقطة، والإنسان لا يغضب من كلمة. القصة قصة تراكمات. نصبر 20 عاما بكل كلمة طيبة تقال لنا، ونكبر 1000 عام ونحمل داخلنا ثقل السنين مع كل كلمة موجعة.